العلم الحديث. على فكرة كلمة جهنم في القرآن ذكرت 77 مرة أيضا، مضاعفات رقم 7، وهي ذات أبواب 7. الله تعالى يقول لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن جهنم لها 7 أبواب وذكرت في القرآن 77 مرة. إذا بحثنا عن اللون الأسود في القرآن، يعني أنا أريد أن أصل إلى أن الذي خلق جهنم هو الذي أنزل القرآن، يعلم ماذا ينزل، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى. اللون الأسود ذكر في القرآن 7 مرات بعدد أبواب جهنم. الله تعالى يقول لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي سوداء مظلمة. وعندما نبحث عن اللون الأسود نجده قد ذكر 7 مرات بالضبط، تمام والكمال. كأن الله يريد أن يوصل لنا رسالة، هذه جهنم التي تكذبون بها، وانظروا إلى هذا التوافق الكامل بين العلم وبين القرآن.